بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم هذه قراءة متواصلة لكتاب إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام، للحافظ الفقيه المجتهد تقي الدين ابن دقيق العيد. وما زال الكلام موصولا في كتاب الصلاة، وانتهينا فيما مضى من قراءة باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وقفنا على الباب الذي يليه وهو باب القراءة في الصلاة. قال الحافظ عبد الغني المقدسي وهو صاحب عمدة الأحكام: الحديث الأول، أي الحديث الأول في هذا الباب، وإلا فهو الحديث 99 في سلسلة كتاب عمدة الأحكام. الحديث الأول عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. انتهى الحديث. قال الشارح الحافظ تقي الدين بن دقيق العيدي: بدأ بترجمة عبادة ابن الصامت، فقال: عبادة ابن الصامت ابن قيس ابن أصرم أنصاري سالمي عقبي بدري. سالمي أي نسبة إلى جده سالم بن عوف، وعقبي نسبة إلى بيعتي العقبة التي حضرها عبادة بن الصامت، وبدري باعتبار أنه شهد غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يكنى أبا الوليد، توفي بالشام، وقبره معروف على ما ذكر. يقال توفي سنة 34 بالرملة، وقيل ببيت المقدس. انتهت الترجمة. ولعلي في هذا المقام مقامي يعني أذكر بأمر طالما لهجت به، وهي فائدة نقلها ابن الملقن وغيره فيما يتعلق بتراجم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتراجم الأعلام عموما. فإن الترجمة عند أسلافنا لم تكن لغرض فقط التعريف، وآية ذلك أنهم كانوا يترجموا حتى للمشهورين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم. فأصحاب الحديث وأصحاب المصنفات إذا ترجموا إنما كانوا يترجمون ذلك تقربا إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وجاء عن بعض المفسرين بذكر الله، قالوا: ذكر الله هاهنا المقصود به سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلذلك هذه فائدة نسوقها إلى الباحثين وغيرهم الذين إذا أرادوا أن يعرفوا أو أن يترجموا قال: أنا أترجم للمشهورين ولا أترجم لغير المشهورين، لكن اجعل هذه الترجمة تقربا إلى الله عز وجل بذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الأعلام من التابعين وتابع التابعين وعلماء الأمة وغيرهم، واجعلها قربة لله عز وجل، تخرج عن هذا التمييز بين في قولنا يترجم للمشهورين. لأن ضابط الشهرة حتى يومنا هذا ما زال في المناقشات يقول: ما هو ضابط الشهرة عندك؟ فلذلك إذا جعلت هذه الفائدة نصب عينيك وجعلت هذا دينا، فإذا جعلت هذا دينا تتقرب به إلى الله عز وجل خرجت عن هذا الإشكال. قال الشيخ تقي الدين، قال: والحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، ووجه الاستدلال منه ظاهر. هذا صحيح، لأنك حتى
لو سردت هذا الحديث على عامي لعرف ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فوجه الدلالة منه واضح على وجوب القراءة الفاتحة في الصلاة، لكن الإشكال أورده فيما يلي، وهذه قاعدة نافعة عظيمة سيسوقها المصنف فيما يلي. فقال: إلا أن بعض علماء الأصول اعتقد في مثل هذا اللفظ الإجمال، من حيث إنه يدل على نفي الحقيقة وهي غير منتفية فيحتاج إلى إضمار، ولا سبيل إلى إضمار كل محتمل لوجهين: أحدهما أن الإضمار إنما احتيج إليه للضرورة، والضرورة تندفع بإضمار فرد ولا حاجة لإضمار أكثر منه، وثانيهما أن إضمار الكل قد يتناقض، فإن إضمار الكمال يقتضي إثبات أصل الصحة ونفي الصحة يعارضه، وإذا تعين إضمار فرد فليس البعض أولى من البعض فتعين الإجمال. وأحسب أني بعد أن سقت هذا الكلام تبينت هذه القاعدة لطلاب العلم، وهي القاعدة التي يذكرها أهل الأصول في باب دلالات الألفاظ في باب المجمل والمبين، وهو النفي إذا دخل على الحقيقة، وهو باب واسع وقاعدة عظيمة ترد في كلام الشريعة، في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل هذا الحديث الذي بين أيدينا، وكقوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، وكقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي أو شاهدي عدل، وما ذكر وليس بما، وهذا الحديث لا يصح مرفوعا: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وهذا يؤثر عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه، وغير ذلك من النصوص الكثيرة، فإن أهل الأصول يوردونها في هذا الباب. أورد قال: أراد ببعض علماء الأصول، أراد بهم أبا بكر الباقلاني، فإنه أحد الذين ادعوا ها هنا الإجمال في هذا اللفظ، وكذلك ينسب إلى أبي الحسين البصري وغيرهم، يقولون: هذا اللفظ مجمل، بمعنى لا تتضح، إذا جاءت مثل هذه الألفاظ في الشريعة لا يتضح المراد منه، وذلك لأن فيه نفي الحقيقة وهي غير منتفية. إذا قلت: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، حقيقة الصلاة ليست منتفية، فإني بإمكاني الآن أن أقوم وأصلي 4 ركعات من غير فاتحة، فحقيقة أو ذات الصلاة ليست منتفية. لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، بإمكاني أن أمسك قبل الفجر إلى غروب الشمس من غير نية، فهذا حقيقة الصيام موجودة، فيقولون هذه الألفاظ، فيقول هو وغيره: هذه الألفاظ وأمثالها وردت لنفي الحقيقة، لكن الحقيقة غير منتفية، فنحتاج حينئذ إلى إضمار حتى يصح الكلام ويصدق الكلام، ولا يصح أو لا سبيل إلى إضمار كل محتمل لوجهين: أولا، الإضمار يقدر بقدره، لأن المقام مقام ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فلذلك لا بد من إضمار فرد، إضمار كلمة واحدة أو فرد واحد، وذلك لأن المضمر ها هنا إنما لجأنا إليه للضرورة، والضرورة تندفع بإضمار واحد، قال: ولا حاجة لإضمار أكثر منه. وثانيهما أن إضمار الكل قد يتناقض، فإذا قال والله نأتي إذا أردنا أن نضمر كل المحتملات، نفي الكمال ونفي الصحة ونفي الإثم، فكلها نوردها في مقام واحد،
قال أيضا هذا قوله أن إضمار الكل قد يتناقض، فإن إضمار الكلام فإن إضمار الكمال يقتضي إثبات أصل الصحة. إذا قلنا المضمر هنا نفي الصحة ونصف نفي الصحة ونفي الكمال، إذا أضمرت الكمال فإن هذا يقتضي إثبات أصل الصحة، بمعنى أن الصحة ثابتة لكن إنما الذي ارتفع هو الكمال. وإذا نفيت الصحة هذا يعارضه، وإذا تعين إضمار فرد فليس البعض بأولى من البعض فتعين الإجمال. وإذا نفيت الصحة وقلت المنفي ها هنا الصحة هذا ينافي أيضا الكمال، وإذا تعين إضمار فرد فليس البعض بأولى من بعض فتعين الإجمال. فأيهما ستضع ها هنا في هذا المقام، نفي الصحة أم نفي الكمال؟ فمن ها هنا جاء من قال بالإجمال، لأن كلا الاحتمالين واردان، أن يقال لا صلاة صحيحة ولا صلاة كاملة. فإذا تردد الإضمار بين هذين الاحتمالين توقفنا وقلنا بالإجمال. هذا مجمل ما يذكره أهل الأصول حين نقلوا عن القائلين بالإجمال. وربما تجد في بعض كتب الأصول ينسبونها إلى الحنفية، بمعنى أنهم يقولون أنه مجمل، وهذا ليس بصحيح، بل الحنفية يوافقون الجمهور فيما سيأتي، لكن لهم توجيه آخر في إضمار هذا الحديث. والجواب على هذا ما ذكره المؤلف فيما يلي، فقال: وجواب هذا أن لا نسلم أن الحقيقة غير منتفية، وإنما تكون غير منتفية لو حمل لفظ الصلاة على غير عرف الشرع، وكذلك لفظ الصيام وغيره مما يرد. أما إذا حمل على عرف الشرع فيكون منتفيا حقيقة ولا يحتاج إلى الإضمار المؤدي إلى الإجمال، ولكن ألفاظ الشارع محمولة على عرفه لأنه الغالب ولأنه المحتاج إليه، فإنه بعث صلى الله عليه وسلم لبيان الشرعيات لا لبيان موضوعات اللغة. فإذا أصل الدعوة غير مسلمة، وهذا أحد أوجه الردود على من يذكر أو من يقول بالإجمال. من قال لكم أن الحقيقة منتفية؟ فإن المقام ها هنا هل هو بيان للغة أو بيان للشرع؟ المقام ها هنا هو بيان للشرعيات، بمعنى إذا جئت فقلت لا صلاة لا صيام لا نكاح وغير ذلك، ليس المقصود بلفظ الصيام ولفظ الصلاة ولفظ النكاح وما شابهه المعنى اللغوي، لكن المراد ها هنا المعنى الشرعي. فلذلك كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة شرعية مشروعة، لا نكاح مشروع، لا صيام مشروع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لبيان الشرعيات لا لبيان اللغة، بمعنى أن هذا التحقيق المتقدم الذي نقل عن القاضي أبي بكر الباقلاني وغيره ربما يصح لغة، بمعنى هذا التحقيق إذا أوردته على المعنى اللغوي قبلناه، لكننا نحن هنا هنا في مقام بيان الشرعيات، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات، فلذلك لفظ الصلاة والصيام والنكاح وغيره يحمل على عرف الشرع، فيراد به نفي حقيقة الصلاة بمعنى الصلاة المشروعة، ونفي حقيقة النكاح بمعنى النكاح المشروع، وغير ذلك من الألفاظ التي ترد في الكتاب والسنة، فلا حاجة إلى الإضمار في هذا المقام. هذا أحد أوجه الأجوبة التي يوردها أهل الأصول في الرد على من ادعى الإجمال. وثم جواب آخر، وهو التسليم بأن الحقيقة ها هنا منتفية. يعني نقول صحيح الحقيقة حقيقة الصلاة منتفية، بمعنى بإمكاني أن أقوم الآن وأصلي،
ولا أقرأ الفاتحة، فحقيقة ذات الصلاة واقعة، فإذا لا بد من إضمار. لكن لا إجمالها هنا أيضا إذا قدرنا مضمرا، لأن الإضمار مجاز، وثم وها هنا عندنا مجازان: نفي الصحة الصحة والكمال، نفي الصحة ونفي الكمال. ومن المعلوم عند في لغة العرب أنه ينظر إلى أقرب المجازات إلى الذات، أقرب المجازات إلى الذات، أيهما أقرب فيها حقيقة النفي، هل هو الكمال أم الصحة؟ إذا قلت لا صلاة، إذا قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ، هل على معنى نفي الصحة أو نفي الكمال؟ فنقولها هنا لا إجمالا، لأننا ننظر إلى أقرب هذه المجازات إلى الذات، وأقرب المجازات إلى الذات يكاد يتفق عليه أنه الصحة، فنضمرها هنا لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وبذلك يرد على من قال بالإجمال بهذين الجوابين الذي ساقه أحدهما، الذي ساقه ابن دقيق العيد في هذا المقام، والآخر الذي نقلته عن أهل الأصول. قال الشارح رحمه الله تعالى: وكما أسلفنا قاعدة نافعة عظيمة، لذلك كل حديث يأتي أو كل نص شرعي لا صلاة لا فيه نفي للحقيقة الشرعية، فالأصل أنه يحمل على نفي الصحة، لا بمعنى أنه لا يحمل مطلقا على الكمال، لا، إذا وجدنا قرينة تصرفه فإننا حينئذ نحمله على نفي الكمال. لذلك قول علي الإمام علي رضي الله تعالى: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، أكثر أهل الأصول أكثر أهل العلم حملوا لا صلاة كاملة لا بمعنى لا صحيحة، والذي حملهم على ذلك وجود قرائن تصرفه عن نفي حقيقة صحة الصلاة إلى نفي الكمال. قال الشارح: قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، قد يستدل به من يرى وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بناء على أن كل ركعة تسمى صلاة. وأعتذر منكم، أيضا هذه مسألة مهمة، يعني قبل أن ننتقل إلى المسألة التي تليها، أسلفت أن الحنفية رحمهم الله تعالى يعني ينسب إليهم أنهم يقولون بالإجمال في هذا المقام، لكن هذا غير صحيح. الحنفية يقولون المضمر في أمثال هذا في أمثال هذه النصوص هو الصحة، لكنهم جاءوا في هذا المقام فأضمروا الكمال، فحملوا قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أو بفاتحة الكتاب، قالوا لا صلاة كاملة. طيب قيل لهم: ألستم تقولون أن الصحة هي أقرب المجازات للذات؟ قالوا بلى، لكننا حملناها على معنى على نفي الكمال لقرينة، وهذه القرينة أننا لو أن الله عز وجل يقول فاقرأوا ما تيسر منه، وهذه أوردناها في لقائنا السابق، وأنهم يرون أن خبر الواحد إذا جاء بزيادة حكم فإنهم يعتبرون هذا من قبيل النسخ، وخبر الواحد لا ينسخ المتواتر، فلذلك جاءوا في هذا المقام فقالوا فحملوه على المجاز الآخر لقرينة، فقالوا المراد ها هنا لا صلاة كاملة إلا بفاتحة الكتاب، فحملوه على نفي الكمال لا على نفي الصحة لهذا الاعتبار. قالوا: لأننا لو حملناه على نفي الصحة لأدى ذلك إلى أن يكون هذا الحديث وهو خبر أحد ناسخا للآية وهي ثابتة بطريق المتواتر، وخبر الآحاد لا ينسخ المتواتر، فهذه قرينة جعلتهم يحملونه على نفي الكمال. وأيضا تنبيه آخر يقتضيه المقام، وأشرنا له في مرتنا السابقة،
قلنا أن الحنفية حين يقولون يقدرون في هذا المقام لا صلاة كاملة، قد يتبادر في بادي الرأي أو بادي النظر أنهم يرونه أنه من قبيل المسنون، أنه سنة، بمعنى يجوز تركه، لأن كماليات الصلاة في الغالب أن المقصود بها السنة. لكن الحنفية أرادوا به في هذا المقام، أرادوا به الواجب، فقالوا هو واجب قراءة الفاتحة والطمأنينة في الصلاة هي من واجبات الصلاة، بمعنى أنه إذا تركها عمدا أثم لكن لا تبطل الصلاة، صلاته صحيحة مع الإثم، وإذا تركها سهوا سجد سجدتي السهو ليجبر صلاته. كثير من طلاب العلم يظن أن الحنفية إذا أضمروا في هذا الحديث وأمثاله لا صلاة كاملة على أنها معنى المسنون، فيجوز أن يترك الفاتحة ويقرأ ما تيسر من القرآن، وهذا غير صحيح، فإن الحنفية يقولون في هذا المقام بالوجوب، لكن لا يصل الوجوب إلى درجة الصحة. لذلك يقول ابن حجر العسقلاني في هذا المقام أن هذا الوهم يقع فيه طلاب العلم فيظنون المقصود. قال: ولا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك الفاتحة وترك الطمأنينة في الصلاة فيصلي صلاة، يقصد من الحنفية، فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله عز وجل وهو يتعمد ارتكاب الإثم مبالغة في تحقيق مخالفته لمذهب غيره. يعني عند أبي حنيفة من يترك الفاتحة عمدا يأثم، ومن يترك الطمأنينة في الصلاة عمدا فهو آثم. قال: والله أعجب حين أجد بعض الحنفية يتعمد تركها فقط حتى يخالف أو يحقق مخالفة مذهب غيره. فهذه يعني إشارة كان لا بد من الإتيان بها حتى تتضح هذه القاعدة على أحسن ما يكون. قال الشارح: قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، قد يستدل به من يرى وجوب القراءة في كل ركعة بناء على أن كل ركعة تسمى صلاة، وقد يستدل به من يرى وجوبها في ركعة واحدة بناء على أنه يقتضي حصول اسم الصلاة عند قراءة الفاتحة، فإذا حصل مسمى قراءة الفاتحة في ركعة وجب أن تحصل الصلاة، والمسمى يحصل بقراءة الفاتحة مرة واحدة فوجب القول بحصول مسمى الصلاة. ولعلنا أشرنا إلى هذا في نهاية قراءتنا للحديث السابق، وهو أن هل يشترط، وهو حديث المسيء صلاته، هل يشترط أن تقرأ الفاتحة في كل ركعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: وافعل ذلك في صلاتك كلها. طيب الصلاة كلها هنا بمعنى ركعة الركعة أو بمعنى الصلاة التي علمه إياها النبي صلى الله عليه وسلم وهي الظهر والعصر، بمعنى افعل ذلك كذلك في صلاة المغرب والعشاء والفجر، بمعنى كل صلواتك. فمنها هنا وهذا الحديث أيضا، هل المقصود بالصلاة ها هنا الركعات، الركعة الأولى صلاة، الركعة الثانية صلاة، فينبغي أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة من باب إطلاق الصلاة على الركعة الواحدة، أو أن المقصود بالصلاة جملتها؟ فإذا صليت، قد صلينا العصر قبل قليل، أقول صلاة العصر مع أنها أربع ركعات، ما أقول صلوات العصر لكنها صلاة واحدة فأسميها صلاة العصر. منها هنا نشأ الخلاف بين أهل العلم. قال: والمسمى يحصل بقراءة الفاتحة مرة واحدة فوجب القول بحصول مسمى الصلاة، ويدل على أن الأمر كما يدعيه أن إطلاق اسم الكل على الجزء مجاز، لأنك إذا قلت الصلاة بمعنى الركعة تسميها صلاة، فهذا إطلاق من حيث المجاز صحيح، نقول مجازا يصح
أن تسمي الركعة الأولى مجاز، لكنك نسيت أن المجاز خلاف الأصل، أن إطلاق الاسم الكل على الجزء مجاز، والمجاز خلاف الأصل، والمجاز خلاف الأصل. قال: ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، عدها النبي صلى الله عليه وسلم خمس، فإنه يقتضي أن اسم الصلاة حقيقة في مجموع الأفعال لا في كل ركعة، لأنه لو كان حقيقة في كل ركعة لكان المكتوب على العباد 17 صلاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الفجر صلاة وهي ركعتين، سمى الظهر صلاة وهي 4 ركعات، وهكذا إلى آخر الصلوات، وهي 17 ركعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات. إذن هل يستدل بهذا الحديث على وجوب قراءة الصلاة في كل ركعة بناء على هذا التقرير الذي أورده؟ قال: وجواب هذا أن غاية ما فيه دلالة مفهوم على صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في كل ركعة. نعم، نص لا نصها هنا، لكنه يفهم، وأظنه والله أعلم أنه أراد يعني بالمفهوم ها هنا ما يفهم ويستنبط منه، لا بمعنى دلالة المفهوم التي يذكرها أهل الأصول. قال: دلالة المفهوم على صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في كل ركعة قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ، قد يفهم منه أن المقصود به كل ركعة. قال: فإذا دل دليل خارج منطوق على وجوبها في كل ركعة كان مقدما عليه. وقد استدل بالحديث على وجوب، بمعنى أننا إذا وجدنا حديثا ينص أو فيه نص على قراءة الفاتحة في كل ركعة أعملنا به، وإلا فهذا الحديث قد يستفاد أو يستنبط أو يفهم منه أن القراءة تكون، أن قراءة الفاتحة تكون في كل ركعة. وقد ذكر الإمام الصنعاني أن ليس ثمة نص صريح عنه صلى الله عليه وسلم، فإن غاية ما عند أهل العلم استنباطات يستنبطونها، كالحديث الذي سبق وأن ذكرناه عنه صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته حين قال له بعد أن علمه: وافعل ذلك في صلاتك كلها. ويقول الصنعاني: وبالاتفاق بالإجماع أننا حتى لو حملناه على كل ركعة أنه تكبيرة الإحرام مثلا ما يفعلها في كل ركعة، فإن المقصود وافعل ذلك مما علمتك فيه، مما علمه فيه النبي صلى الله عليه وسلم مما أساء، افعل ذلك في صلاتك كلها. قال: بالإجماع تكبيرة الإحرام لا يفعلها في كل ركعة، دعاء الاستفتاح لا يفعله في كل ركعة، إلى غير ذلك. فالشاهد أنه ليس ثم نص، لذلك اختلف أهل العلم في قراءة الفاتحة، يعني في قراءة هل تقرأ الفاتحة في كل ركعة، والذي نص عليه الإمام البخاري في صحيحه أن القراءة واجبة في كل ركعة. وينقل عن الإمام مالك أن القراءة الفاتحة إنما يكتفى بها في الركعتين الأوليين، وذهب بعض أهل العلم أنه لو قرأها في ركعة واحدة أجزأت. وقد استدل البخاري رحمه الله تعالى، يقول الحافظ ابن حجر أن الإمام البخاري أورد حديث المسيء صلاته بعد هذا الحديث، حديث عبادة ابن الصامت حين قال: وافعل ذلك في صلاتك كلها. قال: وكأنه، والسر فيه كأنه يشير إلى أن قراءة الفاتحة تجب في كل ركعة، تجب في كل ركعة. ثم قال: وقد استدل بالحديث أو استدل بالحديث على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، وذلك لأن صيغة من في قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ، فهذه من صيغ العموم، فيشمل الإمام والمأموم على حد سواء. وكذلك نكر الصلاة
هي نكرة في سياق النفي فتعم كل صلاة، فنقول هذه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، هذه في كل الصلوات نوافلها وفرائضها، وذلك لأن الصلاة صلاتها هنا نكرة أتت في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تدل تفيد العموم فتشمل كل الصلوات بغير استثناء. لكن ها هنا العمومة، العموم استفيد من كلمة من 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 حرف من، ها من حرف من، فهو يفيد العموم فيشمل الإمام والمأموم. قال لأن صلاة المأموم صلاة، لأن صلاة المأموم صلاة فتنتفي عند انتفاء قراءة الفاتحة. وهذا وجه آخر يحمل على العموم، إذا قلنا صلاة لا صلاة تشمل كل صلاة فتشمل صلاة الإمام والمأموم على حد سواء. فإن وجد دليل يقتضي تخصيص صلاة المأموم من هذا العموم قدم عليه، وإلا فالأصل العمل عليه، وذلك لأن هناك خلاف بين أهل العلم يعني في قراءة المأموم، هل يقرأ المأموم خلف الإمام؟ فإن عند الحنفية أن المأموم لا يقرأ خلف إمامه سواء كانت الصلاة جهرية أم سرية، واستدلوا على ذلك بحديث فيه ضعف ضعفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، والحنفية يعني فيما وقفت أنهم يحسنون هذا الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة، فلذلك قالوا المأموم ما يقرأ خلف إمامه لا في الصلاة الجهرية ولا في الصلاة السرية. وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى أن المأموم لا يقرأ خلف إمامه في الصلاة الجهرية دون السرية، فإذا صلى خلف الإمام في الصلاة السرية قرأ، وإذا صلى خلف إمامه في القراءة الجهرية لم يقرأ، واستدلوا على ذلك بحديث في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الإمام فأنصتوا، والمسألة فيها خلاف، وقوله صلى الله عليه قالوا قوله صلى الله عليه وسلم أنصتوا أي أثناء قراءة الإمام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينههم أن يقرأوا بالفاتحة في سكتاته أو بعد انتهائه أو نحوها، فلذلك قالوا الحديث لا دليل عليه. لكن في كل الأحوال يعني من بهذه القاعدة الأصولية بالنفي، قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة يعني أو جاءت في سياق النفي فشملت كل صلاة نافلة كانت أو فريضة سواء كانت صلاة إمام أو مأموم، فإن الأصل أن يعمل به، ولا شك أن المحافظة على العموم هاهنا أولى. والحديث الذي استدل به الحنفية حسبك أنه قد اختلف في صحته، حسبك أنه قد اختلف في صحته، فإذا اختلف في صحته فأقل الأحوال أن يبقى هذا العموم، هذا الحديث على عمومه، فيشمل ذلك الإمام والمأموم على حد سواء. الحديث الثاني في سلسلة هذا الباب عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية. انتهى الحديث. قال الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى الأوليان تثنية الأولى وكذلك الأخريان، وأما ما يسمع على الألسنة من الأولى والآخر كما يقال الأولى والآخرة وتثنيتها بالأولتين فمرجوح في اللغة، فالصواب الأوليان
الأوليان الأوليين والأخ والأخريان. وعلل ذلك أهل اللغة فقالوا لأنها التأنيث لا تدخل على أول، فما تقول أولة أو الأولة أو نحوها. قال ويتعلق بالحديث أمور، أحدها يدل على قراءة السورة في الجملة مع الفاتحة، وهو متفق عليه بمعنى لا خلاف بين أهل العلم أنه يقرأ بسورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، وهذا متفق عليه والعمل متصل به من الأمة، وإنما اختلفوا هل هو واجب أم لا، وليس في مجرد الفعل كما قلنا ما يدل على الوجوب. وهذه قاعدة لهج بها الشيخ كثيرا وأوردناها مرارا سابقا، وهو دلالة الفعل. قالها هنا هي دلالة فعل منه صلى الله عليه وسلم، ودلالة الفعل المجرد لا تدل على الوجوب إلا إذا تبين أن هذا الفعل وقع بيانا للمجمل الواجب، بمعنى أن صلاته صلى الله عليه وسلم وقعت فعلا لقوله تعالى وأقيموا الصلاة، فحينئذ نحمل هذه الأفعال على الوجوب، وذلك لأن البيان إذا جاء بيانا للمجمل الواجب في القرآن يحمل على الوجوب. قال ولم يرد دليل راجح على إسقاط الوجوب. ثم قال وقد ادعي في كثير من الأفعال التي قصد إثبات وجوبها أنها بيان للمجمل، فكل فعل يرد يقولون هذا، طبعا لا سيما في الصلوات والعبادات ونحوها. قال كثير من الأفعال إذا جاءت يستدل بها على الوجوب فيقولون هذا الحديث أو هذا الفعل المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم هو بيان للمجمل الواجب في كتاب الله عز وجل فنحمله على الوجوب. قال وقد تقدم لنا في هذا بحث، وهذا صحيح وكنا قد قرأناه سابقا العام الماضي، وهو تحقيق ذكره ابن دقيق العيد، وهو تحقيق بالغ، ولعلي أشير إلى بعض النقاط. قال وهذا الموضع مما يحتاج من وهذا الموضع مما يحتاج من سلك تلك الطريقة إلى إخراجه عن كونه بيانا، أو إلى أن يفرق بينه وبين ما ادعي فيه كونه بيانا من الأفعال، فإنه ليس معه في تلك المواضع إلا مجرد الفعل وهو موجود هاهنا. والحديث أو هذا التقرير الذي نقله ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى يقول لا بد من ضوابط وقيود حتى يمكننا أن نعمل هذه القاعدة، فنقول كل هذا الفعل ورد بيان للمجمل الواجب فيحمل على الواجب فنقول بأنه واجب. قال أولى هذه القيود أن يعلم أن هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة قد وقع بيانا بعد نزول الآية، فحينئذ نقول لأن البيان يقع بأول فعل، البيان يقع بأول فعل، فنقول هذا المنقول عنه صلى الله عليه وسلم، هل علمت أن هذا الفعل المنقول عنه صلى الله عليه وسلم أورده صلى الله عليه وسلم بيانا بعد نزول الآية بالأمر بالصلاة؟ قال لأن أحيانا قد تأتي قرائن فتثبت لنا أن هذا الفعل المنقول عنه صلى الله عليه وسلم ليس ببيان للواجب. قال كأن ينقل كمن يروي حديثا ويعلم أن هذا الحديث الذي رواه إنما رواه بعد فترة طويلة من أداء الصلاة، بمعنى بقي النبي صلى الله عليه وسلم سنوات يصلي، ثم جاء هذا الصحابي فنقل رأى صفة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فنقلها. قال هذه يتقرر عندنا أن هذا الذي نقله إنما نقله بعد سنوات طويلة أو بعد فترة صلوات طويلة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فنجزم حينئذ أن هذه الصلاة
لم تقع بيانا للمجمل الواجب، أو أن ينقل هذا الحديث الذي فيه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ممن تأخر إسلامه من أصحابه رضي الله تعالى عنه، بمعنى أن الصلاة فرضت سابقا وهذا الصحابي ممن تأخر إسلامه، فلما أسلم نقل صفة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ لا يتأتى لك أن تأتي فتقول هذا بيان للمجمل الواجب. نقول لا، هذا الصحابي نقل هذا الفعل بعد فترة طويلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فلا يمكن حمله حينئذ على هذه القاعدة. فإذا كما أسلفنا، الفعل المجرد لا يدل على الوجوب إلا إذا التحق في بكونه بيانا للمجمل الواجب، وبيان المجمل الواجب لا بد له من هذه القيود. وقد ذكر ابن دقيق العيد هذا التحقيق، بل وسماه وهذا تحقيق بالغ، وهو بالغ بالفعل. قال الثاني: اختلف العلماء في استحباب قراءة السورة في الركعتين الأخريين، لأن نص الحديث أنه كان يقرأ سورتين في الركعتين الأوليين. طيب، الركعتين الأخريين والركعة الثالثة من المغرب، قال للشافعي قولان: المشهور عنه أنه لا يقرأ فيها، لكن ثم قول عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه يقرأ بسورتين أيضا في الركعة الثالثة والرابعة. ونقل الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، قال: الرواية المعتمدة عند الإمام أحمد أنه لا يقرأ يعني في الركعة الثالثة والرابعة. ونقلت رواية يعني لكنها مخالفة يعني رواية أكثر الأصحاب أنه يقرأ. قال: وقد يستدل بهذا الحديث على اختصاص القراءة بالأوليين، فإنه ظاهر الحديث حيث فرق بين الأوليين والأخريين فيما ذكره من قراءة السورة وعدم قراءتها، وقد يحتمل غير ذلك. يعني بمعنى أن الاستدلال على أنه لم يقرأ يعني بسورتين في الركعتين الثالثة والرابعة يعني غير ظاهر. قال: لاحتمال اللفظ، لأن يكون أراد تخصيص الأوليين بالقراءة الموصوفة بهذه الصفة، أعني التطويل في الأولى والتقصير في الثانية. يعني الراوي راوي الحديث قال يطول في الأولى ويقصر في الثانية، فأراد بذلك أن يبين صفة الركعتين الأوليين، لكن ليس فيه نفي لقراءة السورتين أيضا في الثالثة والرابعة، فأراد بمعنى أنه كان يطول، وصف الأولى والثانية بالتطويل، لكن ليس فيها نفي لقراءة سورتين في الثالثة والرابعة. قال الثالث: يدل على أن الجهر بالشيء اليسير من الآيات في الصلاة السرية جائز مغتفر، لا يوجب سهوا يقتضي السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر والعصر كان يسمعهم الآية أحيانا، طبعا ما في مكبرات، ما في مكبرات الآن، مع المكبر ربما حتى الهمسة والله تسمعها، لكن لم يكن ثم مكبرات، فكان يسمع من خلفه الآية. فقال الشارح في هذا المقام: وهذا يبين أن الجهر اليسير في القراءة السرية يعني مغتفر، لا يوجب سهوا يقتضي السجود، وهذا رد على الحنفية، فإنهم يقولون إذا جهر في السرية ورفع صوته فإنه يسجد لسجود السهو. قال: وهذا الحديث رد عليه. الرابع: يدل على استحباب تطويل الركعة الأولى بالنسبة إلى الثانية فيما ذكر فيه، ولعلنا نستحضر حديث أنس بن مالك الماضي قوله قريبا من السواء، فإذا قلنا يطول في الأولى
ويقصر في الثانية لا على وجه، يعني لا على وجه بحيث يكون بينهما بون شاسع، ها، حتى نعمل الحديثين قريبا من السواء، بمعنى إطالة يسيرة تتميز عن الثانية، لا بمعنى إطالة طويلة تخرجها عما ذكره أنس رضي الله تعالى عنه في الحديث السابق في قوله قريبا من السواء. وأما تطويل القراءة في الأولى بالنسبة إلى القراءة في الثانية ففيه نظر وسؤال على من أراد ذلك. طيب، هل التطويل في الركعة الأولى يقتضي أنه كان يطيل القراءة، قراءة السورة الثانية بعد الفاتحة؟ قال: هذا يحتاج إلى نظر وسؤال. قال: لأن اللفظ إنما دل على تطويل الركعة، وقوله يطول الركعة متردد بين تطويلها بمحض القراءة وبمجموع منه القراءة. هل التطويل كان من أجل القراءة أو بمجموع الركعة، لأن فيها دعاء الاستفتاح وفيها التعوذ وغير ذلك، فهذا يحتمل إما القراءة أو بمجموع الركعة. فمن لم يرى أن يكون مع القراءة غيرها وحكم باستحباب تطويل الأولى مستدلا بهذا الحديث لم يتم له إلا بدليل من خارج على أنه لم يكن مع القراءة غيرها، لأن اللفظ يحتمل. يعني هذا التطويل هل هو بمجموع الركعة بدعاء الاستفتاح وبالتعوذ وغير ذلك، أم هو مع بالقراءة؟ فمع الاحتمالين لا يمكن للمرء أن يستدل فيقول الركعة الأولى كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيلها بقراءة السورة التي تلي الفاتحة. قال: من أراد أن يستدل بذلك فعليه أن يبحث عن دليل خارجي. قال: ويمكن أن يجاب عنه بأن المذكور هو القراءة، والظاهر أن التطويل والتقصير راجعان إلى ما ذكر قبلهما وهو القراءة، ولعل هذا ما مال إليه الشيخ، أن الظاهر يعني قول الراوي يصلي، يعني كان يقرأ بسورتين في الركعة الأولى والثانية ثم قال يطول في الأولى ويقصر في الثانية، فكأن فيه إشارة إلى أن القراءة، أنه كان صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في الأولى ويقصر في الثانية. ولعل أيضا فائدة يعني نذكرها في هذا المقام، لا شك قلنا أن 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 العلماء اتفقوا على أن الأفضل والأولى أن يقرأ بسورة كاملة، يعني بعد الفاتحة، حتى أنه أفضل من أن يقرأ بما يوازيها من سورة طويلة، وما عدا ذلك، بمعنى إذا قرأ سورة واحدة ففرق على ركعتين فهذا أيضا جائز. نحن نتكلم عن الاستحباب، المستحب أن تكون سورة كاملة، لكن إذا فرق السورة بين ركعتين فهذا جائز. وكذلك وروي عن الإمام أحمد يعني كراهة إذا قرأ من سورة واحدة من موضعين، سورة طويلة، يعني كأن يقرأ مثلا بآية الكرسي في الركعة الأولى ثم يقرأ في الركعة الثانية بآخر سورة البقرة، فهذا موضع اختلف النقل عن الإمام أحمد، وورد عنه رحمه الله تعالى أنه كره ذلك. قال الخامس: فيه دليل على جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الأخبار دون التوقف على اليقين، لأن الطريق إلى العلم بقراءة السورة في السرية لا يكون إلا بسماع كلها، وإنما يفيد اليقين ذلك لو كان في الجهرية، وكأنه أخذ من سماع بعضها مع قيام القرينة على قراءة باقيها. وهذا ربما يستفاد به في الشهادات وفي الرواية وغير ذلك، فإن الأخبار يكتفى كما ذكر، يكتفى في النقل بها بظاهر الحال بالقرائن التي، فإن الراوي قطعا في الصلاة السرية ما سمع كل السورة، يعني قراءة كل السورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يتصور في القراءة الجهرية،
المغرب والعشاء والفجر، لكنه سمع بعض الآيات، فأخذ من سماع بعض الآيات بعض هذه الآيات أو آية أو آيتين من هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها كلها. فرب معترض يقول: فإن قلت قد يكون أخذ ذلك بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من الصلاة قال قرأت السورة الفلانية وقرأت السورة فلان، وهذا يعني إيراد جدلي يعني أكثر من كونه فقهي. قلت: لفظة كان ظاهرة في الدوام والأكثرية، وقلنا هذه كثيرا كان يذكرها المصنف، أن قول الراوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا أو يقول كذا، بمعنى أنه كان الأكثر من أحواله أو الظاهر من أحواله أو ما داوم عليه. قال: لفظة كان تفيد الدوام والأكثرية، ومن ادعى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم عقيب الصلاة دائما أو أكثريا بقراءة السورتين فقد أبعد جدا، لأن الراوي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تجادل تقول ربما النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم بما قرأ. قال: يلزم ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر أحواله كان يخبرهم بعد كل صلاة ظهر أو عصر ماذا قرأ في الصلاة. قال: وهذا بعيد جدا، يعني من زعم هذا الزعم فإنه قد أبعد جدا. ناهيك على أنه لو كان الأمر على هذا الوجه لنقل إلينا لنقل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يسألونه، لا سيما إذا كان الأمر على هذا الوجه الكثير. وبذلك نكون قد اختتمنا هذا الحديث الثاني، على أن نلتقي بكم نحن وإياكم على خير وصحة وعافية إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.